احمد والديكم من خلال قناتكم، بس كنت تنشوني بلكت عالم تباوع على حالنا. هاي البارحه من البارحه اليوم مطرت، وهاي احنا حالتنا يعني اذا تمطرتها بعد يومين ثلاثه شلون؟ والله عندنا مره مريضه لا نقدر نوديها الدكتور، الاطفال لا يقدرون يطلعون، مدارس ما يدامون. هات تشوفون انتم بعد حالتنا ودخلتوا شفتونا، يعني نعيش بحاله بالضيم. بكت هاي انتخابات الحكومه تباوع علينا هسه من حفره والشارع، ما اقول لك انا شلون تطلع شلون الطوب. والله العظيم تكتك اذا جابتك الحد اللي غاد الرابعة. هاي شارع 30 لا بيه خدمات لا سبويس، كلش تعبانة. هاي المدرسة شوف ايش قد قريبة عليها، الأطفال هاي صار من يومين ما يدامون. هي مركز المدينة يا هذا شارع بغداد قريب، احنا هسه راح نشترك، احنا نشترك نذب سبويس بالفروع. والله لا تبليط لا سبويس لا خدمات، حتى تشوف بعينك اللي يطيع عنده مريض يحطه على شافه ويطلع بيه للشارع العام بالضيم. حالنا الله وكيلك ومحمد كفيلك، هاي نريد من الدولة تقدم لنا فرد شي خدمات. مدارس عندنا شلون تطلع؟ حسن انت بكاني شلون يطلع الطالب للمدرسه؟ شلون يطلع بيش يطلع؟ لازم يغيب القرى. الله وكيلك، انا عدت تريلا واشتغل، كل بيت وحده لكيلو وين 3 كيالو، وسوي له تبليط وحده.